نددت الولايات المتحدة باستخدام قوات النظام أسلحة كيميائية بعد أن خلص تحقيق دولي إلى مسؤولية النظام عن هجوم ثالث بالغاز السام في سوريا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن بلاده تدين بأقوى العبارات الممكنة تحدي نظام الأسد للأعراف الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية. من جهتها طالبت فرنسا مجلس الأمن الدولي بإدانة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ومعاقبة منفذها. وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية اتهمت في تقرير لها قوات النظام بالوقوف وراء هجوم بالغازات السامة تعرضت له بلدة قميناس في ريف إدلب خلال شهر آذار من عام 2015. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي بسام حجي مصطفى. أهلا بك أستاذ بسام. الأمم المتحدة اتهمت النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية، والولايات المتحدة نددت، فرنسا طالبت بفرض عقوبات. هل ستسفر كل هذه المطالبات في النهاية عن معاقبة الجاني؟ في النهاية سيكون هناك عقاب طبعا لبشار الأسد وكل العصابة وكل الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب السوري، ولكن حتى الآن لا توجد أي نية جدية لا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي والأوروبيين عموما ولا أعضاء مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل حقيقي لمعضلة، خليني أقول، استعصاء بشار الأسد وعصابته وبالحكم اللي استولوا عليه بالقوة من عام 1970 على أثر انقلاب سموه الحركة التصحيحية جماعة الأسد المقبور. بالنتيجة كل ما يجري الآن هو إضاعة للوقت، كل ما يجري الآن هو تسويف ومماطلة وهو تراشق مواقف سياسية مع تراشق متبادل الاتهامات. الولايات المتحدة الأمريكية ورطت روسيا والدب الروسي في حرب لن يخرج منها منتصرا، على الأقل سيكون مثقلا بالإدانات السياسية والإدانات الأخلاقية والإنسانية لكل الجرائم التي ارتكبها في سوريا، وستؤدي به إلى ما أدت به جرائمه في بقاع أخرى من العالم مثل أفغانستان، مثل صربيا، بوسنا والهرسك، مثل جروزني. الروسي للأسف لا يدرك بأنه يخرج تدريجيا من صناعة الحضارة ومن عملية صناعة السياسة في العالم وصناعة السلم العالمي، ويتحول إلى طرف يبحث بالقوة عن تسويق لمصالحه مع دكتاتوريات وأنظمة شمولية انتهت مدة صلاحيتها. طيب سيد بسام، بعد ما نزلت الغوطة في عام 2013 سحبت أداة الجريمة وبقي بشار طليقا. برأيك بعد الاتهام الجديد للنظام هل سيتغير تعاطي المجتمع الدولي مع هذه القضية؟ سيد الكريم، لم يسحب شيء، سحبت كمية محدودة جدا من الأسلحة الكيميائية ولم تسحب إمكانية صناعة أسلحة أخرى، لم تسحب إمكانية توريد أسلحة أخرى من الصين أو من إيران أو من روسيا أو من أي مكان آخر. هذا النظام كل الأبواب مفتوحة إليه في محاولة لإبقائه نظام مجرم قاتل إلى حين إقامة تفاهم جديد وخريطة مصالح جديدة في المنطقة، وهذا ما أدركه الأتراك وهذا ما يدركه الجميع. ولكن للأسف الحلفاء الذين ادعوا صداقتهم للشعب السوري هم يقفون الآن عاجزين ومكتوفين بفعل الضغط الأمريكي والأوروبي. الموقف المتقدم الفرنسي والبريطاني سياسيا هو يغرر الرماد في العيون، هو موقف خلبي لا يدل على شيء، لأنهم اشتركوا في بروباغندا أمريكية سابقة وقالوا بأنهم سيضربون هذا النظام المجرم، وكان طبيعيا أن يتفائل الشعب السوري بالخلاص، ولكنهم توقفوا عندما عقد الأمريكي صفقته مع الروس. شكرا والآن لك. كل ما يجري هو محض أكاذيب واشتراك بالهولوكوست السوري القائم منذ 5 سنوات على يد أعتى مجرمي البشرية في العالم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس المحلل السياسي بسام حجي مصطفى. تحياتي لكم.